مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة، خبز البطاطا سهل وسريع جدا. يلا الوصفة. بنسلق 3 حبات بطاطا، بنقطعهم إلى مكعبات صغيرة حتى تنضج معنا بسرعة، هيك أصبحوا نضجين. نضعهم في محضرة الطعام وبنطحنهم جيد. خل ملعقة كبيرة، بيكربونات الصودا ملعقة صغيرة، ملح نصف ملعقة صغيرة أو حسب الذوق، مثل هيك لازم تكون ناعمة. شايفين كيف؟ هيك لازم تكون ناعمة. دقيق الأرز، ممكن نضيف دقيق الأرز أو نشا الذرة أو أي نوع من النشا أو أي نوع من الدقيق المناسب لنظامكم الغذائي. أنا وضعت دقيق الرز، نضيف كوبين من دقيق الرز تدريجيا، ممكن يكون أقل أو أكثر حسب حجم البطاطا. يعني إحنا بنضيف كوبين بالتدريج، ممكن يأخذ أقل ممكن يأخذ أكثر حسب حجم البطاطا. أفرجيكم كيف يكون القوام تبعها، يعني الموضوع كتير بسيط وكتير سهل، يعني حتى تكون متماسكة مثل هيك. شوفوا كيف مثل هيك تكون، شايفين كيف؟ بنفردها بنوضعها على ورق الزبدة، ممكن نعملها بشكل عشوائي أو ممكن نعملها كلها عبارة عن قرص كبير دائري، يعني رغيف واحد يكون كبير حسب ذوقكم. ممكن نعملها بشكل انتو بتحبوه، يعني الموضوع كتير بسيط وكتير سهل. نشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 200 درجة مئوية. ممكن نوضع السمسم أو التوابل، هو اختياري. نوضعها بالرف الأوسط لمدة 15 دقيقة، يجب مراقبتها حسب نوع الفرن، يختلف من فرن لفرن يختلف. هيك أصبحت جاهزة، شايفين كيف هي بسيطة وسهلة جدا، يعني ما فيها تعقيد خالص. شايفين كيف رجيت بفتح لكم إياها، هي لسه سخنة ويفضل نتركها تبرد، ولكن أنا هفرجيكم كيف شكلها من الداخل. كتير هي روعة، شايفين كيف؟ شايفين كتير هي روعة وبسيطة ومميزة للناس اللي بتعاني من حساسية الجلوتين. ملاحظة، يجب عليكم دائما التأكد من هذه الوصفة ومن جميع الوصفات بتناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي. لا يوجد وصفة تناسب جميع الأشخاص. خلينا نتذوق. بصراحة الطعم كتير روعة. الطعم حسب نوع الدقيق اللي انتم بتضيفوه، انا ضفت دقيق الرز، انتم ممكن تضيفوا نشا الذرة او اي نوع دقيق تاني. اتمنى تكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات لانه رايكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على فيسبوك، اتمنى اشتركوا قناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل، من شان يوصلكم كل جديد. في امان الله.